قعدنا 15 يوم ما نشوفش غراوة. إلا واني بخبز خبزتي 10 ترغيفة كده، إلا سمعت الزنة في لحظة، كانت دمرت المدرسة ودمرت اللي حوالينا وبيت اللي أنا فيه وقع. الناس كانت خايفة منهم. هم أصلا كانوا 3 طيارات. 3 طيارات. يعني كم ضربة هي كانت وقتها؟ المدرسة 2 صاروخ، صاروخ برة وصاروخ ورا. طلبت إن أنا أروح للرسول، عايزة بس أوصل الرسول. في هزة المبنى ديت القلم الرصاص وجع من إيدي، نزلت أجيب القلم، ضربت الطيران، ضرب المدرسة. سألت قالوا أنتوا ربنا نجاك من إسرائيل، ضربتكم بالطيران الفانتوم. رحلة الوصول لقرية بحر البقر، أقصد رحلة المعاناة، معاناة حقيقية في الوصول لأبعد قرية في محافظة الشرقية، أبعد قرية عن عاصمة المحافظة وعن المركز اللي هي تابعة ليه. القرية بتقع في أقصى شمال محافظة الشرقية، والمعاناة هنا مش بتكمن في البعد فقط، المعاناة في إنه الطريق غير مؤهل، مش مرصوف. حضراتكم شايفين الصورة معبرة جدا. قرية بحر البقر، أو تحديدا قرية شهداء 2 بحر البقر، دي القرية اللي تم ضرب مدرستها في غارة إسرائيلية معروفة على مدرسة بحر البقر الابتدائية يوم 8 إبريل 1970، راح فيها حوالي 30 شهيد طفل من أبناء المنطقة، لأن الحقيقة هناك عدد من القرى بتحمل نفس الاسم، مجموعة من القرى كلها اسمها بحر البقر. ودي طبعا وسيلة المواصلات الرسمية بالقرية والقرى المجاورة، دي الوسيلة المناسبة أعتقد، لأنه أي وسيلة تانية غير العربيات دي هتكون متبهدلة في طريق زي ده، الطريق غير مؤهل. ولكن لما تنظر للوضع هتجد أن القرية دخلت مبادرة حياة كريمة، مش بس القرية، مركز الحسينية كله دخل مبادرة حياة كريمة. والحقيقة أنه كان المركز ده من المراكز الأحق فعلا على مستوى الجمهورية بأنه يدخل مبادرة حياة كريمة. الناس هناك حرفيا منعزلة عن العالم المحيط. تخيل حضرتك المعاناة اللي بتتكبدها عشان توصل لأقرب مستشفى، البلد على بعد 20 كيلومتر من مدينة المركز أو من المركز التابعة ليه، ولكن العشرين كيلومتر هتاخد ساعة عشان تقطعهم، وبالتالي مشكلة كبيرة جدا. كان عندهم 1000 حق انهم يضموا هذه القرية والقرى المجاورة لمبادرة حياة كريمة، ويحاولوا يسهلوا على المواطنين بعض من المعاناة اللي بيعانوها. وحقيقي عشان تشوف مصر الحقيقية لازم تنزل وتلف على الارض. مصر فيها اشياء جميلة جدا، وفيها بلاد في منتهى الروعة والجمال، وفيها ايضا بلاد كتير منسية الدولة النهاردة بتحاول تقرب ليها وبتحاول توصل ليها، ولكن احنا بالصورة بنحاول نوصل لها اكتر ونعبر ليكم عن الوضع. طبعا هدفنا الاساسي واللي احنا رايحين عشانه هو لقاء بعض شهود العيان، ناس شافت وعصرت الواقعة، وبالتالي كان لابد ان احنا نحصل منهم على معلومات مهمة. ونتيجة زي ما قلت لكم لصعوبة الوصول لمكان زي ده، كان لابد ان احنا نأتي لهذا المكان وننقل لحضراتكم تفاصيل ومعلومات هامة. اتمنى ان شاء الله الحلقة تعجبكم. قامت بضرب المدرسة الاساسية لهذه القرية. تعالوا مع بعض نشوف النصب التذكاري الخاص بالشهداء اللي هم سقطوا في مدرسة بحر البقر الابتدائية. ده المكان اللي حصلت فيه الغارة بالضبط، ده موقع الحدث. تعالوا مع بعض.
شهداء مدرسة بحر البار الابتدائية. استشهد الطلبة الآتي أسبقهم في صبيحة 8 أبريل 1970 نتيجة لقصف مدرستهم بالطائرات الإسرائيلية. عندك هنا حوالي 30 اسم لشهداء طلاب كانوا في المدرسة أطفال، لأنها كانت مدرسة ابتدائية، أطفال في عمر الظهور في وقت كان فيه يعني الصراع محتدم، وإسرائيل كانت بتحتل شبه جزيرة سيناء، ولأن احنا في مكان هو الأقرب لسيناء في جمهورية مصر العربية وقتها، مدن القناة كانت كلها مهجرة، مفيش حد ساكن، وبالتالي أقرب مكان هينزل منه الطيران الإسرائيلي على تجمع السكان في مصر هيكون هنا، لأن احنا على بعد خطوات من محافظة إسماعيلية وعلى بعد خطوات من محافظة بورسعيد، وبالتالي المكان قريب جدا من شن الغارات الإسرائيلية، وأقرب هدف مدني موجع يوجع المصريين هو كانت مدرسة بحر البار الابتدائية. احنا بنتكلم مع الحاجة نبيلة، يعني شاهد عيان على غارة إسرائيلية على مدرسة شهداء بحر البار 2 وبيتها جنب المدرسة ملاصق للمدرسة. يعني انت صحيت على الصوت او انت كنت صحي اكيد فسمعت صوت؟ انا كنت بخبز لما اخذ بخبز حبة عيش لعيالي. فقعدنا 15 يوم ما نشوفش غارات الا واني بخبز، خبزت 10 طنغيفة كده الا سمعت الزنة في لحظة، كانت دمرت المدرسة ودمرت اللي حوالينا وبيت اللي أنا فيه، وقعت الشبابيك والبيبان والحاجة عشان أنا مستقربة للمدرسة. بيتك نفسه الشبابيك والبيبان وقعت؟ وابنك كان في المدرسة وقتها؟ ابني كان في المدرسة. فأنا خدت الولاد التانيين وطلعت برا، فجئت برجلين طيبين جايبين لي ابني، واحد شايله في حجره جلابيته وواحد شايل رجليه، وجابوه لي قدام جنب البيت وحطوه ورجعوا عشان يعملوا يشيلوا غيره، يشيلوا بقية الأطفال. فناس طيبين يجوا برضو وجابوا بنته حشوا العفش وجابوا بنته وحشوا الشبابيك ولفوا مين ابني فيه. وحياة العيش والملح، ان الطيارة الفانتوم كانت بتوطى عيل ودماغنا قاعدة وعيالي وابن الميت، توطى وتوقعنا على ظهورنا. فإجا راجل طيب زي حالتك كده وقال لي والنبي تاخد عيالك وتمشي من هنا لحسن الطيارة ده هتدكك في الأرض. الكلام ده بعد الغارة ولا قبل الغارة؟ الغارة بقى موتت هنا اللي موتته وبتتفرج طيارة بتتفرج علينا. يعني بعد الغارة ما ضربت الطلبة في المدرسة كان في متابعة بيشوفوا النتيجة بقى، وهي عمالة تعمل يعني غارات بس او مش غارات، بتتابع بارتفاع منخفض. كل الناس كانت خايفة منهم. هم اصلا كانوا ثلاث طيارات. يعني كم ضربة هي كانت وقتها المدرسة؟ صاروخين، صاروخ برا وصاروخ ورا، صاروخ ورا من هنا وصاروخ قدامها من هنا، وصواريخ تانية هنا كده كده كتير ضربوا كتير. فقام يشيلوا ابني علشان امشي، ما حدش قدر يشيله، يعني عشان واحد يشيله كده بالبنطو ما قدرش. فطلع كده لقى لمؤاخذه مطيه كان صاحبها بيع طماطم، فراحوا جابوا منه المطيه غصب عنه وحطوا له ابن عليها. يعني ايه مطيه؟ يعني غطا يعني الحمار. وحطوا ابنك عليها الله يرحمه. على الجنب كده وودوه بقى المكان اللي جابوا لي عند السكه عند الاسفل. ف زميل جوزي جاي ومحمل ناس متقطعه كتير، لإلا ضربت عندنا في خمسه ديكها، العربية دي جاية من خمسة. خمسة دي قرية تانية؟ قرية تانية ورانا. كانت مضروبة برضو؟ كانت متبهدلة. من الفانتوم برضو؟ من الفانتوم. فقالوا ايه؟ اقف اقف يا قسطى، خد مرات القسطى حسني بعيالي. لما ودوني المناجة بلد جنبينا اللي ابوهم مدفون فيها.
ونزل قلت لهم نزلوني الناحيه دي حب ونزلوني، وناس طيبين كنا ساكنين حداهم في البلد دي قبل ما دي تنباني اجوا خدوني ودفنوني. البلد محتاجه ايه يا حاجه نبيله؟ يعني بلدكم دي انا حاسس انها بعيده جدا، يعني محدش طيب. الله يبارك. بعيده عن كل محدش بيعرف يجي هنا حضرات. لا. لانه المكان ده بعيد جدا. لا. وعشان اوصف لكم الطريق والمكان ان انت تيجي هنا صعوبه جدا في الوصول الا العيد بعيد. عاملين كل حاجه تكريم وكل حاجه الا العزبه دي. يعني اللي لها عيال في المدرسه عاملين لها مرات. بنات بنتي عندهم عيال في المدرسه وكانوا عاملين لهم مرتب وشالوه. عندي ولد ابن ابني غلبان فقير معاه 6 عيال وفقير لا ارض ولا وظيفه ولا اي حاجه، وكان بيقبض شالوا قبضه. والله شالوا قبضه. يعني واحنا بنتكلم على البلد زي ما بقول لكم الوصول جدا صعب ليها. صعب. فالناس هنا عشان مثلا لو حد تعب بتروح الحسينيه. بنروح الحسينيه وبقوص. والمشوار نفسه بياخد وقت. فاحنا بياخد فلوس، عايزين فلوس ووقت طبعا. ووقت. بتقعدوا قد ايه عشان توصلوا الحسينيه؟ يعني اللي بدها تولد تموت في الطريق، اللي بدها عيانه قوي على ما توصل كانت عدمت. الوحده عملوها وحده. دي كانت مستشفى المبنيه اللي انت شفتها دي كانت مستشفى اميري، عملها وحده صحيه. طب ما احنا عندنا وحده صحيه في 3 هنا ووحده صحيه في 1 هنا. قصدك مستشفى اميري احسن يعني؟ مستشفى كامل. والوحده الصحيه هنا ما فيهاش خدمات كافيه؟ لا. يعني ولا تنفع ولا حد يولد هنا ولا علاج ولا دكتور عليه الطلب. طيب يعني احنا بمناسبه وجودنا في البلد احنا بنتكلم على انه البلد وصل لها في طبعا مركز هنا لخدمات المواطنين صورناه لحضراتكم. ده مركز بيسهل جدا فكره ان المواطن يحصل على جميع الخدمات من مكان واحد، ولكن البلد دي مشكلتها انها بعيد، والبعد ده مخليها الخدمات شويه محتاجه انها تكون اقوى من بلاد تانية. طرق الوصول للمستشفى الخاصة بالحسينية، مستشفى المركزي بالحسينية، وفكرة سهولة وصول المواطنين لاحتياجاتهم، لأن البلد زي ما بقول لكم هي اتضربت عشان هي يا دوبك كانت أول تجمع سكان الخط ده كله. مفيش حد في مدن القناة، كل الناس هجرت سابتها، فده كان أول تجمع سكاني قريب من قناة السويس، وبالتالي كان سهل جدا، خاصة ان الطيران الإسرائيلي كان متمركز في وسط سيناء، فسهل جدا انه يجي هنا نص ساعة يكون موجود. فبنشكرك جدا. أنا أشكركم أنتم. الله يخليك. أنا يعني بقالي كم سنة وولادي مستشهدين، طلبت إن أنا أروح للرسول، عايزة بس أوصل للرسول. عايزة تحجي. عايزة أحج. أنا الولاد الاثنين إن شاء الله أكون كل حاجات أي كمان حجة للتاني. وأروح للرسول. أو عمرة يعني. عايزة أروح بس عمرة. طيب. عمرة. ما حدش عمل لي عمرة. ما حدش عمل لك عمرة. واحد من الإسماعيلية سجلت معاه على الهوا. عمل لي عمرة. عمل لك عمره هو. ورحت عشان اروح العمره، الراجل المدير ده واقف لي بتاع الحسينيه دي يقول لي لما انت تشرحها. وما رحتش. يعني بتخلص قربت المدرسه. كل الدعم كان جاي لمنطقه شهداء بحر البحر دي جه على من الاول تاني لما ضربت المدرسه اللي حصل. كل الدعم اللي جه منه الحكومه فلوس لاسر الشهداء بحر البار ما وصلهمش، وصلهم ملاليم بس. كله راح على الحسينيه. وقتها سنه كام الكلام ده؟ وقت الضرب على طول. سنه 70. احنا دلوقتي في سنه 2023. وانا شايف ان مركز الحسينيه ده من المراكز اللي يعني تعالى بالصوره كده صور المكان ده، مركز الحسينية او دي بحر البقر 2. الطريق اللي حضراتكم شايفينه ده الطريق ده ممتد كده كذا بحر بقر. حوالي كام قريه يا عبد؟ 12 قريه 13 قريه اسمهم بحر البقر. ده المركز الوطني مجمع خدمات المواطنين بقريه شهداء بحر البقر 2. هي يمكن القريه الوحيده اللي اسمها شهداء بحر البقر عشان هي اللي فيها الشهداء. هي الام
والطريق زي ما حضرتك شايفين كله طريق مش سليم، فالبلد بعيده فمحتاجه انه الخدمات توصل لها او سرعه سفلتة الطريق بسهوله. او باختصار الطريق محتاج يتسفلت عشان يوصلوا للشايفين حضراتكم دي طريقه المواصلات اللي هي المواطنين بيركبوها، عربيات بيركبوا على ظهرها في صندوق، فدي ده اللي محتاج المواطنين. كان عم احمد احد طلاب مدرسه شهداء بحر البار او مدرسه بحر البار الابتدائيه اللي سميت فيما بعد البلد على اسمها انها شهداء بحر البار. وللمفارقه عم احمد شاهد عيان لانه كان طالب في الصف الثاني الابتدائي، طالب في اثناء القصف يعني شايف او سامع او حاسس باللي بيحصل. الراجل ربنا قدر له ان يعيش ويفضل شاهد على اللحظة اللي حصل فيها ضرب المدرسة، وشهادته تفضل تحكى لأجيال وأجيال، لأنه هو زي ما ربنا قدر له أنه يعيش قدر لزميله وصاحبه وصديق عمره العمر الصغير أنه يتوفى اللي هو أحمد. خلينا نعرف ظروف اليوم ده مع عم أحمد الدميري وإيه اللي حصل يومها. عم أحمد أنت كنت في المدرسة، كان الساعة كام وإيه اللي حصل ساعة القصف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كان يوم عادي، كان يوم أربع، يوم 8 يوم 8 أبريل كان يوم الأربع. فطبعا كانت منطقة بحر البجر بتعتبر في الخط الأول بعد قناة السويس، مظبوط. وكان سنتها ان اسرائيل محتل سينا لغاية قناة السويس اللي هو يسمى خط بارليف، مظبوط. واحنا طبعا كنا متعودين في الاثناء دي ان كل شوية غارات طيران بتحلق في بحر البجر وفي سما بحر البجر، فكان بالنسبة لنا شيء عادي. احنا النهاردة طيران، ايه اللي دارة ان في البيوت، حتى من ضمن ان احنا ابويا وجيراننا كانوا عاملين خنادق قدام البيوت ومعرشينها بالسدة. لما تحصل غارة بالليل او زي كده نسيب البيوت ونروح نخش فين؟ في الخنادق دي. فطبعا اليوم دي الطيران حلق بس بدري، الساعة 8:30 9. احنا كنا لسه خشين، انا يومها طبعا صحيت من نوم وفطرت ومفطرتني وزي زمايلي، وفوتت على احمد عبد العال السيد. احمد دي صاحبي وكنا بنذاكر مع بعض وكنا ايه يعني ايه مجربين لبعض. فطبعا رحنا المدرسه ودخلنا حضرنا الطابور ودخلنا المدرسه وفلسال حصه لو نخس حصه حساب. لقينا طيران بيحلق في بحر بجر، بس طيران غير كل مره. طيران قبل كده طيران كان يبقى يعني مرتفع ويعدي ويعمل ضرب بس بعيد عننا، لكن النوبه دي الطيران هيخش الفصول ده انا من الارض. حتى احنا من هزه الطيران طبعا ده من غير ضرب لسه، انت بتتكلم على طياره قريبه وصوتها نفسه بيهز المبنى. في هزه المبنى ديت القلم الرصاص وقع من ايدي، نزلت اجيب القلم ضربت الطيران ضرب المدرسه. وكنت انا طبعا يعني بعتبر التخته عملت طوق نجاه بالنسبه لي. الاهالي طبعا عن لسان ابويا بقى الكلام ده، انا طبعا روحت في دنيا غير الدنيا. يعني انت لما نزلت تجيب القلم حصلت الضربه اللي من الطياره الفانتوم ضربت المدرسة. وانتوا كنتوا في الدور الاول ولا الثاني؟ هو دور واحد. دور واحد. مدرسة دور واحد. ومدرسة فيها ثلاث فصول زي ما انت قلت لي. ثلاث فصول وحوش. كان لسه بداية اول زي تشتغل. وكان في كم طالب مثلا وقتها؟ يعني كان في حوالي مثلا اعتبر المدرسة كلها 100 طالب. تمام. كان لسه يعني اول شهرين تشتغل المدرسة. تمام. يبقى طبعا المدرسة بقت كتلة نار. النار عليت ان كل اللي له حد في المدرسه او ملوش راح للمدرسه. جات جم الاهالي من جميع شتى البلاد حوالين بحر البجر، لان عملت كثافه دي طبعا عن لسان ابويا هو اللي حكى. كنت مغمى عليك. انا خلاص كده ايه فقد الوعي وشالوني حطوني ما اعرفش ايه اللي حصل.
ولكن التكملة ديت عن لسان أهالي وأبويا بعد ما حصل اللي حصل وحكى إن المدرسة لما انضربت وبقت كتلة تراب وكتلة نار جميع حتى اللي بتوع بحر البقر، لأن المدرسة دي كان فيها ناس من جميع حوالين مدرسة حوالين القرية، لأن المنطقة دي جغرافيا ممتدة يعني هي عبارة عن مجموعة من القرى الصغيرة كبيرة كده طويلة. كانوا بيسموا القرية دي القرية المركزية الأساسية الأول هي أول قرية أول قرية، وكان القرية المركزية وكان طبعا جيران المدرسة كل اللي له أخ واللي له بنت واللي له ولد والجار والبتاع كل الناس أبت للمدرسة. تمام. ما كانش فيها الا جرارات المصلحة اللي هي بتودي انفار لاصلاح الاراضي وتجيب انفار من الحسينية اصلاح الاراضي، لان دي بلد كانت جديدة اراضي مستصلحة زي ما عم احمد قال لي ان الرئيس جمال عبد الناصر كان عاملين الاستصلاح، فكان بياخذ الناس كل واحد 5 أو 10 أفدنة واستصلاح جديد فبلد جديدة، فكان لسه في اراضي ما اتسلمتش بيجي لها انفار. ما كانش فيه وسيلة بقى الا ان نقل المصابين والشهداء الا في الجرارات. انا بقى رحنا المستشفى وطبعا جمال عبد الناصر كان نائب الرئيس جمال عبد الناصر كان الرئيس محمد انور السادات كان النائب لي جم مستشفى الحسيني. انا سمعت ان الرئيس جمال عبد الناصر زي ما انت حكيت لي جه هنا المنطقه جه، بس ما دي الكلام ده يعني جه بس على المستشفى خلي بالك جه مع الرئيس كان نائب رئيس الجمهوريه الرئيس انور السادات وكان محافظ الشرقيه ايامها فؤاد محي الدين خلي بالك حضرتك وطبعا ابتدت الزيارات. انا بقى بعد شهرين اللي حصل ان انا لما فوجت وبصيت لقيت حواليا انا طبعا اخر حاجه كنا في الفصل وبناخد حصه وفي التخت عينيا فتحت على مستشفى وناس لابسه ابيض فتحت بعد شهرين سالت والدي بقى فين يابا احمد احمد ايه اللي حصل احمد عبد العال السيد فين يا فين يابا احمد ده اللي كان جنبك في اللي كان جنبي في نفس التخت اللي انا فتت عليه يومها الصبح وبتاخده المدرسه ومشينا مع بعض المدرسه وعلى فكره احمد ده الوحيد على 5 بنات ابوه الحاج عبد العال احمد ده استشهد في المدرسه كان له 5 بنات اخوات هو الوحيد اللي ولد ومات يوم المدرسه من طبعا. سالت قالوا ده انتوا ربنا نجاك من اسرائيل ضربتكم بالطيران الفانتوم بس سألت ابويا سؤال وانا طفل كده قلت يابا احنا عمال ايه اللي عملناه في اسرائيل عشان تضربنا بالطيران الفانتوم يعني احنا اطفال صغيرين لا حول لنا ولا قوة ازاي اسرائيل تتعامل معانا بطيران فانتوم وصواريخ مفيش هدف عسكري مثلا مدنيين لا مفيش هدف عسكري وصغيرين اطفال كمان صغيرين اطفال في سنه اولى وفي سنه ثانيه وكان من ضمن يوم المدرسه من ضربت كان في ناس معديين الا الزراعه بتاعتهم ولا الاراضي في ناس استشهدت كتير حوالين المدرسه خلي بال حضرتك فطبعا قالوا ايه ان احنا طبعا حتى من ضمن جات لنا برضه السيده ام كلثوم جات لكم هنا جات لنا المستشفى المستشفى وفود بقى اجنبيه وفود اوروبيه برضه قعدنا في نادي الجزيره حوالي شهر وقسمونا مجموعات ان احنا كل 4 يروحوا دوله اوروبيه تكونوا شاهد عيان تحكوا معانا مترجمة واخدانا كرحلة 15 يوم انا رحت المانيا الشرقية الديمقراطية خلي بال حضرتك قعدنا في المانيا دي 15 يوم قعدتوا في المانيا 15 يوم المانيا الشرقية دي كان لسه من مش متحدين لا ما كانتش المانيا واحده عدوش. كان في الشرقيه والغربيه على علم يعني ان انا وفي طبعا ناس راحت بلغاريا وفي ناس راحت الاتحاد السوفيتي كل الدول اللي هي بتميل للاتحاد السوفيتي لانها كلكم في شرق اوروبا كده تقريبا يعني المهم دي اللي انا يعني وطبعا كان في حدش راح مثلا انجلترا ما حدش راح اسبانيا كده لا 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 الكلام دي كنا وصلنا حوالي شهر 9 استاذ محمد واحنا اثناء الرحله
جانا خبر ان الرئيس جمال عبد الناصر توفاه. جبنا بعضنا وجينا شيعنا جنازة الرئيس جمال عبد الناصر زي اي بلد في الدنيا، لان جنازة جمال عبد الناصر جميع العالم شيعوا جنازة جمال عبد الناصر. كل قرى ومدن مصر شيعت جنازة الرئيس عبد الناصر بشكل رمزي، بشكل نعوش فاضية بس هو تخيل ان الرئيس عبد الناصر وروح المقابر كأنهم كأنهم بيدفنوه. كأنهم بيدفنوه. عملتوا كده هنا؟ وانا لابسين طلبة بحر البقر كلهم شهر 9 في شهر 9 بعد تقريباً. بعد 4-5 شهور من الحادثة. الحادثة كانت في شهر 4. مظبوط. وبعدين بعد وفاة الرئيس بقى ايه اللي حصل فيما بعد؟ بعد وفاة الرئيس طبعا رجعتوا مدرسة ولا ايه اللي حصل؟ رجعنا طبعا المدرسة. نفس المدرسة؟ لا، مدرسة بقى جابوا لنا مدرسة ثانية بس في واحد الصالحية بعيد عن البلد هنا. يعني البلد هنا ما بقاش فيها مدرسة؟ لا فيها دلوقتي بس لا وقتها يعني. لا، ودونا واحد الصالحية على اساس ان واحد الصالحية ديت في منتصف بحر البقر. منتصف القرى. منتصف القرى وسموها مدرسة الشهداء بحر البقر. وعملوا بقى مدرسة بعد كده في 2 برضو سموها برضو شهداء بحر البقر. أيوة. ديك مدرسة التعليم، ديك المدرسة مدرسة شهداء بحر البقر الابتدائية، ودي مدرسة شهداء بحر البقر للتعليم الأساسي. أنا كنت شغال فيها بس طلعت معاش طبعا. دي كنت شغال فيها. هي قصة يعني معبرة جدا، ممكن ما حصلش في مصر، يمكن دي الحادثة الوحيدة او دي المدرسة الوحيدة اللي اتضربت، صح؟ دي المدرسة اللي اتضربت من في بحر البقر. وزي ما احنا قلنا وعم احمد قال انه القرب الجغرافي من خط قناة السويس ضمن الفرقات برضو، ان طبعا برضو كان في طبعا ام ليها ولد في بنت وبنت في المدرسة اللي بقى حضرتك. فاحنا بتحكي قصة حصلت يوم المدرسة في أبيات من الشعر والزجل. أنا أنت قلت لي إن أنت عملت قصيدة للأم دي. فأنا هي اللي بحكي لها. طيب. فطبعاً الصبح يوم المدرسة من ضربت بتصح لأولاده وبتجهزوا لهم فطار وبتعملها شعارة والمهم إيه ولغاية ما بتروح تلاقيهم. فبتقول الصبح قوم يا فاطمة عشان مدرستي. وانت كمان قوم يا حسين، قوم يا حبيبي انت واختك، ايوه يا امي خلاص جايين، تعالي يا فاطمه اعمل لك شعرك الله يصونك من الحسدين، يلا يا شطار ادي الافطار، تسلم ايدك ست الغاليين، من جد وجد من زرع حصد ومرت ساعه او ساعتين، وفجاه قنابل زي السيل نازله يا عيني على المساكين، وصراخ بيعلى وصوت بيهدى امي ابويا وراحوا ساكتين، وصوت بينادي فين اولادي راحوا مني في غمضه عين، والتانيه بتصرخ ابني وحيد يا حبيبي فين، لغيرك يا ابن المين عايشين، ادي شريط الشعر بتاعها وادي كتاب اخوها حسين، سجل يا تاريخ واكتب عندك طيران وقنابل وكراستين، أزهر بيضة وطيران حربي من اللي يقول دول متكافئين، وكمان يا تاريخ وقف عندك خلينا نبص فاطمة وحسين. يعني أتمنى تكون لقاء عجب حضرتك، وبنشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.